حياكم الله اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج تحقيقات. انا اليوم في محافظه دياله في قضاء الخالص تحديدا من اجل تسليط الضوء على الجانب الخدمي وما يحتاجه المواطن في هذا القضاء المجاهد الذي قدم الكثير من الشهداء وتصدى الى تنظيمات القاعده وتنظيمات داعش ولا زال يتصدى من اجل حمايه ارضه وعرضه ومقدساته والدفاع عن محافظه دياله وامتدادها اللي هو قريب جدا من بغداد والعمق العراقي اذا احبائي حياكم الله وهذه الحلقه الجديده لقناه الولاء الفضائيه كونوا معي حياكم الله اعزائي المشاهدين الكرام طبعا نلتقي باحد الشخصيات اللي كان لها دور فعال في قضاء الخالص بالتصدي الى جرائم داعش وغير داعش والتكفيريين والبعثيين وبالتالي استطاع ان يحمي هذا القضاء وان يكون هو وزملائه اللي ينتمون معاه في منظمه بدر صمام امان يدافع عن دياله وعن بغداد اهلا بك سيدنا حياكم الله اهلا ومرحبا بكم وبفضائيه الولاء التي واكبت كل أحداث يعني من بعد الفتوى إلى يومنا هذا إحنا نشكركم على مجيئكم ونشكركم أيضا على تجشم عناء السفر والحضور مرة أخرى في ظروف طيبة في ظروف النصر يعني الحمد لله اليوم مرحلة الانتصار والفتح بعدما كانت مراحل المعارك وتحرير محافظة ديالة وباقي المحافظات فعلا كانت قضاء الخالص والمناطق المحيطة بها كنا عندما نمر منها كنا في حالة قلق وترقب كبير بجهود سواعد مجاهدي خيرة استطاعوا أن يحققوا هذا الأمن والاستقرار اليوم أنا في ديالة وفي الخالص والمناطق المحيطة بها لكن في أمان تام لك أن تستعرض أو للذاكرة المواطن الذي يتذكر طيبة العراق ينسى كيف كانت المعارك وكيف بدأ التصدي وما هي أهم المنجزات على المستوى الأمني أو غيرها حققته في هذه المنطقة يوم عشرين خمسة جرت أحداث مهمة في قاطع سامراء هي خلي نبين للمشاهد الكريم الاحداث اللي زامنت قبيل احداث سبايكر بعد عشرين خمسة حثة يوم خمسة وعشرين خمسة احداث بهرز في بعقوبة حوالي عشرين ارهابي حاولوا ان يعلنون ولاية يعني الفلوجة الثانية كما كانوا يدعون انه الفلوجة اصبحت كلها بيد تنظيم الدولة اللا اسلامية يوم وعشرين خمسة في هذا المحور الجانب الرئيسي اللي يربط بغداد بالشمال الحبيب بلغنا أنه نجمع بعض الأفراد وتكون هنالك يعني تهيؤ لأي طارئ قد يحدث يعني لم لمنا الشتات كان عددنا في هذا القاطع ما يقارب 150 مقاتل طبعا السلاح كان خفيف والوضع كان يعني مربك والفتوى لم تكن يعني في ايامها هي ولدت الفتوى 10 6 سبقت الفتوى باستعداداتكم إيه هذا هذا التوجيه اللي جانا بيان يعني احنا هاي ال 150 شخص كلهم كان لهم دور في يعني معارك السيده زينب سلام الله عليها هاي للتاريخ يعني كلهم عندهم تجربه وقاتلوا في تحت رايه الشهيد ابو منتظر المحمداوي رحمه الله عليه فبعد ان كان اكو في الخالص ثلاث مفاصل حساسه مفصل العظيم الحاوي مفصل صفيط اللي يربط البيشقان بصلاح الدين هذا يكون يبعد عن الخالص تسعة كيلومتر او اقل وعندنا مفصل اساسي هو مفصل العرابضه ومفصل تقاطع الصفره اللي هسه انتم ممكن تصير عليه بعض التقارير اللي صار هسه بيه هذا كان من عين الليلة لحد جنوب قراتب الى حوض حمرين هذا محور كله يخص قضاء الخالص بعد ان سقطت الموصل مباشره انتقلت عمليات العسكريه او خلينا نعبر عنها غرفه العمليات في اللواء 20 اللي هو في قاطع المقداديه ان العدو سيقطع خط امداداتنا من اتجاه كباشي من اتجاه قاطع المقداديه، من اتجاه المقداديه اذا نجيها من اتجاه المنصوريه هي تربط بالخالص بخمس كيلوات هذا المفصل هو المفصل الحيوي لامدادات القطاعات العسكريه. فكيف انت تفكر العدو دي يفكر؟ انت تعرف اليوم جنابك انت ما يمكن ان تؤمن بقياده اذا مشوا فافضل منك اشجع منك، ارسخ منك ذهنيا. القضيه الاخرى كيف يوجهون هذا التنظيم للدفاع عن الأمة نظمته شلون يدافع فوجهوهم هذه صر جهة هندسية وهذه صر جهة هاي الصولة الصولة, الصولة والله على ما أقول شيء وقبل بساطيل الذين راح ذهبوا إلى الصولة شهداء وجرحى وأحياء يقاتلون في الصولة أمام المقاتلين استوعبنا بها الأعداد الجتي أول ما أول فصيل وصلنا فصيل البصره والديوانيه والعماره إسناد, اسناد طبعا مدربين مجاهدين ملتزمين هذا في قضاء الخالص شافوا أربعين الى خمسين منشاه حافله نقل ركاب فيها مقاتلين لابسين زي موحد يصرخون باعلى اصواتهم لبيك يا سيستاني لأنه تدري الفتوى أخذت دورها يعني طبعا. الأمر الأخير كيف استوعب هذا المكان أهل الخالص يعني وبعقوبة كلامك أهل الخالص كان موقفهم وطني جهادي مميز من خلالكم من خلال باقي أخوتكم اللي ناصروكم هاي المدينة سلام الله على يعني ساكنيها شهداء وأحياء وهي مدينة أدب وعلم مدينة احتضنت يعني خير البشرية هنا زارها عدة مرات الإمام سلام الله عليه علي بن أبي طالب حتى عندنا منطقة اسمها علي عليبات كنية انه الامام بات فيها ليله يعني علي بات فيها ليله واحده. سلام. هذه المدينه سكنتها جهابذه الحوزه العلميه. السيد مهدي الحكيم رضوان الله عليه كان له دور في هذه المدينه، جديد. الشيخ علي الكوراني بقي عشرون عاما في هذه المدينه. السيد حسين البحر ايضا كان له دور، العلامه السيد عبد الله الحسيني جدي واني حفيده كان من سكنة هاي المدينه، السيد يوسف رضوان الله عليه من سكنة هاي مدينة علماء. فبالتالي لما افتى المرجع هذا المكان كان مو هكذا كان عباره عن شيوخ كهول شباب صغار نساء الكل يدعم دعما معنويا لوجستيا وعسكريا واعطت هذه المدينه ثلاثة آلاف شهيد من ايام داعش وما قبل داعش واعطت خيره شبابها طبعا في كل فصائل المقاومه تجد من اهل الخالص موجودين اناس افذاذ و... اهل العقيده واهل آني طبعا من اريد اتحدث ما مي يحق لي اتحدث فقط عن قضاء الخالص لازم اتحدث عن كل دياله لان دياله وبشموخها لكن انت لانه اليوم زرت الخالص اي وصارت بالخالص والا اني اذا اريد اتحدث عن المقداديه وعن عشائرنا وبني تميم والعشائر الاخرى يعني الكلام يطول اكيد لان فيها شهداء خليني ابقى أبر. ابقى في الخالص سيد اليوم الخالص بعد هذا الانتصار وفرح النصر اليوم الخالص تعد من اكثر المدن امنا وهدوء واهلهم يعني يشعرون بحلاوه ولذه النصر اكيد هذا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كيف ترى الخالص رؤيتك للمستقبل المستقبل القريب ام البعيد؟ ماذا تحتاج الخالص؟ كيف نستطيع ان نطور الخالص؟ سؤال مهم جدا. هنالك المواكب الحسينيه في قضاء الخالص وضواحيه ونواحيه غيروا مسار قضيه الأربعين الى الساتر. صح. لأن الحسين راح للساتر صح. ما ظل بكربلة أحباء الحسين قاعد يقاتلون في ثق سالية. الحشد ثلاثة شهور أربع شهور الأولى ملابس طعام أمور, أمور لأن هو إحنا شنو قيمة بيوتنا إذا راحت كرامة العراق؟ صح. هي هيك الناس شنو قيمة المواكب الحسينية إذا راح العراق؟ والموكب الحسيني مع فتحولت مواكب الحسين إلى الطاف إلى المعركة فعلا أيضا المراسل الحربي المراسل الحربي ايضا كان اكو مراسلين من هذا العمق من قضاء الخالص ايضا الاس والفضائيات وجدت اكو متكأ يعني اكو احترام اكو اكو, أكو شفتوا بالحسينيه الان من طلعت المظاهرات من راح الحشد الشعبي غير القضيه استوعبت الناس هذا الحشد مقاتل ويبني التواصل مع الامه ضروري نقبل اياديهم يجب ان يسامحونا لكن يجب ان نمضي قدما في تقديم الخدمات واعتقد الخالص ماذا يقدم له هو قليل لانه عنده عمق شهداء عنده عمق تضحيات اكو ان شاء الله 13 كيلو تبليط في هاي المرحله اكو ان شاء الله انجاز مجاري الى الضواحي والقرى اكو كثير من الخدمات لكن الخدمه الكبرى التي قدمناها للخالص انه فتحنا إذا كامرتك بعدين تشوف هذا الملتقى الثقافي الأسبوعي هذا هذا نحتضن كل ليلة جمعة 500 شاب إيش عنده مشكلة إيش عنده قضية إيش عنده رؤية أنا ألقي محاضرة ثلاثة أربعة ساعة وبعدين يتوجه الخطاب إلى الشباب اللي عنده عريضة اللي عنده مطالبة الوزير الداخلي الوزير الداخلية. الاغلب نقضيها اللي ما نقدر نقضيها نبين اسبابها نعم. على مود يفهم انه صوته وصل نعم. هو مو شرط انت تقضيها شرط توصل نعم. صوته نعم. بعدين تقول لي يجوز بعد شهرين تقضى حاجتك نعم. على الموازنه تقضى حاجتك بس المهم ومستعدين انه اي انسان يطلب من عندنا ان نزوره نروح نقبل ايده ونزوره ونقعد يمه. حياكم الله اعزائي المشاهدين الكرام، انا الان في قضاء الخالص في الشرقيه الثانيه حي الفجر، واكيد هذه المنطقه من المناطق اللي تحتاج الى خدمات، لو تشاهدون الطرق غير معبده تحتاج كثير من الجهد والخدمات، خلينا نشوف ناسها واهلها يسكنون بها حتى نسمع تعالي امي يمنا، تعالي سؤال فيش عندك ايش تعالي؟ تعالي يمي تعالي احنا جينا على مودكم، طبعا الحجيه مستطرقه وعدها هموم شلونك امي؟ هلا عيني همو ابويا يسلمك الله يحفظك قاعدين بقصب بقصب وصار لنا ازد من شهر ما نقدر نطلع باب الحوش بسبب المي والمطر؟ المي تعالوا شوف المي زين لا ردت حالنا صار شهر يكرفون بهاي المطارات وما يفيد الى إيه هنايا هذا مي المطر لو المجاري هم يا وياه يابا المجاري ماكو مجاري بس التحويله طاقه علينا من ها التحويله طاقه التحويله ومي المطار وصرنا هوسه لهنايا الله يسعدك والله العظيم اول بارحة ابن رادي يموت بالتسعه بالليل بالموت الاسود شالوا شيل الله عبروه من على البلوك ناسيك تقول يعني مريض تخربط. اي والله. و... والله وتخربط ما بينا نطلعه طبعا اذا انتم مستنقع واقعين يعني. في دور وحلك احنا بخدمتكم امي بخدمتكم مرهوية. اهل الخالص انتم طيبين الله يحفظكم احنا بخدمتك ام يحليكم. احنا جينا من بغداد الله. قناة الولاء لكم اهل الخالص لان نعرف اهل الخالص ناس طيبين ومؤمنين وشجعان وعلى راسنا خدمة صار امي صار الله يحفظك خلينا نشوف تعال يا امي اخوي العزيز أمي. انت تسكن هذه المنطقة نعم شنو احتياجاتكم شنو الاشياء اللي تعانون منها البداية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر قناة الولاء لنقل الصورة والصوت إن شاء الله عن معاناة قضاء أهل الخالص القضاء المجاهد المظلوم طبعا ضحى وجاهد وقاتل ورد القاعدة بال2007 وردينا داعش بال2013 ولحد الآن نزف الشهداء ونزف قتلانه والجرحى والحمد لله فخر ورفع راس ان شاء الله حفظكم الله ورعاكم ان شاء الله لكن نطالب من الحكومه المركزيه في بغداد والحكومه في دياله لفتت نظر لهذا القضاء المظلوم لحد الان ما قدموا لكم اي خدمات اكو اكو بعض الخدمات مثلا فرش ماده السبويس سماحه السيد صادق الحسيني جزاه الله شكرا ان شاء الله لكن بعد مثلا مجاري <applause> تبليط المنطقة لا زالت محتاجه كثير من الخدمات <applause> انا يعني شفت الطرق تقريبا بس هذا بي يعني هذا الرئيس يعتبر لا يفي بالغرض لا يفي بالغرض يعني نسبه القياس للشهداء اللي قدمناهم والقضاء الخالص يعني وزارات الاتحاديه ما اجتكم وزاره ما حد اجاكم ما أحد أجا مسؤول كبير لا لا ابد محافظ اجاكم قال لكم مش محتاجين آه اجانا رئيس اللجنه الامنيه سماحه السيد صادق الحسيني زار المنطقه ووعدنا فرش ماده السبويس والحمد لله نفذ هذا المشروع لكن بعد تحتاجونه بعد اقوى نحتاج ان شاء الله يوصل صوت ندعو من الله ان شاء الله وعن طريق قناتكم الموقره نقل صورة وصوت ان شاء الله معاناة هذا القضاء وان شاء الله البركه بكم لا البركه جزاكم الله خير بيه جزاكم بيه الله خير حجي احنا تعبنا وضحينا صح صح ضحينا بولدنا وبمالنا وبكلها صح صح ضحينا المفروض هم مثل ما ضحينا من يعني حتى لو 50% ما 100% خدمات خدمات ما ادري شي <applause> اي والله تبليط <applause> مجاري <تصفيق> تعال <applause> يعتنون بالمنطقة ابن ابن عم حتى البقة كنا أكل البقى كنا صح, صح. من زمن صدام المنطقة إحنا على أساس هذا الشارع هو تبليط بي يعني هذا كانت ماكو بيها بيوت كليتها بنت كليتها صارت وتعرف انت يعني عدد السكان زاد هنا بالمنطقه وخدمات لازم موجوده يعني من من السقوط لهسة لا شارع تبلط لا مجاري موجوده بالمنطقه كل شيء قضاء يعني الخالص, يخال. كل الحكومات يو. اللي تعاقبت عليها ما حد اشتغل حد ولا حد وصلنا عجيب صادق وصلنا قبل فتره دبنها ماده السبيس اللي فرشها هذا الشيء والله عليك والله ثلاث مرات الرجال وعدنا وعدنا فرش ماده السبيس ثلاث مرات زارنا وبالمره الرابعه نفذوا اللي اللي سواه هو بس غير شيء ماكو بعد تعيش مي عندكم مي شرب تجينا مي تجينا مي بس ما بين المجاري تجينا ايه؟ مال المجاري والمي ايه والله يعني المجاري عندكم ولا تعتمدون على س... مال بزول الخارجي اه مال بزول يعني خلص تجينا مي مو مال شرب هو مال تركيب اصلا تشوف الوضعيه مال المنطقه شلون شفت الوضعيه كلش بينما بيوتها حلوه وناسها هواي تقريبا مملية يعني ما بيها فراغ يعني هذا قبل كانت بس هذا الشارع بيوت هذي كلها كانت بساعتين بس كلها صارت بيوت الحمد لله والشكر وقاعدين وساكتين بس الوضعيه قلت الخدمات هذه ما كل شيء لما توجهون نداءكم والله احنا من. احنا والله ما اعرف يعني احنا راح هاي حكومه جديده وهاي الحكومه اللي فاتت والقبلها يعني لما نوجه النداء يعني هم ما يدرون ما يعرفون الوضعيه شنو ما يخالف نوبات الاعلام ينبه نوبات الاعلام بلد بلد والله بلد بلد انتو بلد اذا توصلون انتم اذا توصل صوت اعلان يعني يعني اليوم بغداد اعلامي ما اعرف الخالص هذا وضع اسمع اكو اكو قضاء اسمه الخالص واهله طيبين واسمع بكم قاومتوا جاهدتوا وصديتوا وصديت القاعده وداعش ولا بس ما ادري بكم هذا وضعكم هذا كنت اتصور أنتوا خير بلد بلد هذا وضعنا انت تشوف ليش اقول لك ناشد والناس تشوفكم وتسمع احنا عبر قناتكم وانتم جهودكم وانتم طيبين يعني الخيرين خادم ربك عيون يعني توصلون صوتنا لكل مسؤول شريف يوصل يعني يجي يجي باوع على هاي الناس لا يباوع علينا احنا احنا ترى راح نروح بس هذول راح يبقون ورانا صح ها صح, صح. يوصل, يوصل. عندكم هنا مستشفى بعيد مستشفى بعيدة خالص بعيدة, بعيدة. بعيدة. مستشفى وكان يعني هزيانة يعني جيدة مدرسة هاي فلشوها آه. يعني آه. 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 بعد آه. ما بنو مدرسة آه. بعد تعيد هذه آه. المنطقة يعني ما بيها بس هالمدرسة هسه آه. وين اولادكم آه. آه. تقرا آه. 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 <applause> اولادنا بحي العصر يعني تقريبا بعد يعني خارج الحي مسافه نعم. بعيده هسه اول ما الطوب عباره عن بؤره مال المي واقف فلشوك مدرسة مال بنات مدرسة يعني فلشوها في على اساس يعيدون بناتها توقفت انتهت المدرسة راحت, راحت انت يعني الصراحة هم المنطقة انتم كم بيت بهذه المنطقة؟ يعني مئات الاف ما اعرف يعني تقريبا مئات بيوت هواية خير منها كل هذه ما عندها مدرسة ماكو مدرسة تروحون للغير احياء توديهم زين هذا الطفل بالاول ثاني ابتدائي شلون؟ كل نفس الشيء السيارات يقول لك الله يوديهم والله يجيبهم واللي يحفظ لا يعني توديهم خطوط انت توديهم يروحون توديهم خطوط تجيهم تاخذهم عندهم والروضه هم وهاي المناطق. بفلوس طبعا خطأ. طبعا كلها فلوس الحي طبيعته اهله حالتهم فقيره ولا زينين؟ والله تشوف انت والله بين راس. متوسط وبين فقير اغلبيتها الصراحه يعني يعتمدون على عماله كخط اول يعني, أوه. يعني اذا تعد المنطقه من المناطق الفقيره كفاءات موجوده مثقفين موجودين خريجين موجودين لكن للاسف ماكو ما اي اي التفات لهاي المنطقه والخالص ولاده رجال ما تخلص يعني هسه انا قدامك انا خريج من 2000 2000 وسنه 2000 صار قدمت فايلات اساسا أنا آه يسر ايش تشتغل انت؟ شو اشتغل قاعد والله قاعد هذا محل. عندك زوجة واولاد؟ عندي رب... ثلاثة اولاد الصغير بصف ثالث ابتدائي والكبير بصف ثاني متوسط وبنيه بصف ثاني متوسط شغلك عندك محل؟ عندي محل بس هو شي... شنو محل, محل هيك هذا آه آه من البيت مطلعه وقاعد غرفة وحدة الله وكيلك لساني يعني صار راح يصير عمره ثلاثة خريج شنو جنرال خريج خريج معهد معهد تكنولوجيا المفروض يعني اي صار صار هاي راح يصير عمري 43 سنه لا بيت لا كل شيء ولا بس احنا نقول الله ساتر علينا الحمد لله والشكر ماشي إيه. الحمد لله اللي شفناه بالعراق الحمد لله والشكر الله. على الستر الحمد لله والشكر بس انت اصلا بعد هذا الصوت بعد صوتكم و... مثل ما و... تحدثتوا راح يروح بحل للعام بحل بعد انت الده... هم مثل ما يقول بقت يومهم احنا شنو عليهم ذكر فتنفع الذكر عسى ولا لازم اكو شرفاء ما تدخل لك على ابن الناس غير مروته لا لا ان شاء الله العراقيين هم بعد مروته ان شاء الله ان شاء الله بالاكيفكم ان شاء الله توصلون الصوت على واه يعني تجينا تجينا هيك قنوات يعني توصل الصوت والمعاناة مو المنطقه توصلها والله كده. احنا جينا من بغداد منا جينا للخالص لان نعرف قيمه الخالص وكنا نسمع اخباركم ونسمع معاناتكم فبالتالي اقل ما نقدم لكم من شكر وامتنان يعني مو مو صعبه نتعلم من بغداد دجلة الخالص أحنا تستاهلون أحنا لا احنا الممنونين لان يعني يعني الصراحه ما حد لولا صمودكم كان الحشد ما قدر يتوغل يعني كانت المجاهدين ما قدروا يتقدمون يعني انت كنتوا الخلفي للمجاهدين هي رغم التدليد تشوفه بس ما حد وصل لنا هاي للاسف ولا حد قال قال شكرا لهاي المنطقه يعني شكرا على للقضاء كليته بدايه العمليات وبدايه تحرير العراق هو كان من الخالص نعم تقريبا اول ما الشماليه من منطقه العظيم الدماء هاي شو اربعه بارك الله فيك نعم كرامتكم وجودكم دينكم اخلاقكم اراضيكم املاككم وقفتكم وقفه رجال مؤمنين شكرا لكم واتمنى انا يعني اعذرونا اتمنى هذا الوقت البسيط اللي ننقل به اصواتكم هو جزء بسيط من الدين اللي لكم رقبتنا شكرا اهل الخالص الطيبين وفقكم الله ان شاء الله خدمتكم خدمتكم مثل ما استمعتوا وشاهدتوا اهل الخالص الطيبين بمواقفهم كل ما لديهم من من اساطير شجاعه ايمانهم والتزامهم بدينهم بعراقهم وطنيتهم لكن للأسف ما كل التفاتة حقيقية الا الاشياء البسيطة من بعض السياسيين نعم من بعض السياسيين اللي اللي يحاولوا يخففون معاناة الناس من خلال فرش سبيس مرة مرة اصلاح بعض العطبات في الكهرباء لكن هذه ما هي الا حلول بسيطة وترقيع يعني نحتاج الى حلول مركزية يعني الحكومة الاتحادية تحتاج إلى استراتيجية توفير خدمات متكاملة من مجاري إلى ماء إلى تبليط إلى أرصفة حتى هذه المنطقة تشعر بآدميتها وتشعر أن تضحياتها اللي قدمتها استحقت أن الحكومة تلتفت لهم وتشكر هذا القضاء الطيب ابقوا معي أحباء لا في قضاء الخالص ولا زالت حلقتنا من برامج تحقيقات قناة الولاء مستمرة من أجل نقل معاناة الناس الطيبين ابقوا معي أحبائي مثل ما شاهدون أنا اليوم أقف في منطقة الشرقية طبعا هذا المكان اللي أقف به أنا بالضبط هو كان مدرسة تم تهديمها قبل بضعة سنوات ولحد الآن ما تنفذ مشروع بديل لمدرسة مثل ما شاهدنا والتقينا بالناس طبعا طرحوا شكواهم وجينا حتى نوفي بالتزامنا معهم منطقة كبيرة جدا مئات البيوت لكن ما عندهم ولا مدرسة هذه المدرسة الوحيدة تم هدمها على أمل أن تبنى مكانها مدرسة حديثة لكن وللأسف تحولت إلى ساحة ترابية اشبه بالملعب الصغير لكره القدم والان هي غارقه بسبب مياه الامطار وللاسف ما فادها شيء تعال يمي عمو هذه هنا كانت مدرسة؟ نعم. فوبيا مدرسة كانت مدرسة، فلشوها في عندهم سبيل لان يبنوها ما, ما بنت راحت بقت المدرسة، صار الساحة حقها عواميد حقها لعبوا بها طول، المدرسة بعد ما بنت. مان بنت. مان بنت. بنت. ما بنت، بس ما عندكم مدرسة؟ لا ماكو مدرسة غير بس وحدة هي هناك مال مصطفى جواد وحدة بحي العصر مال متوسطة. يعني هسه انتوا الاطفال الصغار وطلاب المتوسط كلكم تروحون هاي المدارس اي المدارس وهنا ما حد بنا ما, ما حد بناها هي كانت هاي مدرسه بس هم فلشوها في عندهم على اساس المدارس القديمه تتفلش وتنبني من جديد تتفلش بعد ما بنوها هم قدروا صح. يفلشون بس ما قدروا يبنون شكرا جزيلا لك احبائي مثل ما تشاهدون المنطقه واسعه وكبيره لكن ما بيها مدرسه وانا ارجع واقول الى السيد وزير التربيه المحترم والى اللجنه لجنه التربيه والتعليم في مجلس محافظه او محافظ دياله يعني ارجو الانتباه الى مثل هذه النقاط على الاقل نخفف الضغط على الناس يعني الناس اغلبها كسبوا فقراء اللي عنده اربع خمسه اطفال يوديهم خطوط ويجيهم يحتاج الى راتب الشغل او الوضع الاقتصادي يعاني من كساد خصوصا في الاقضيه والنواحي ما عندهم فرص للعمل مثل المدن الكبيره وبالتالي يحتاجون الى نخفف عليهم الضغط على الاقل مدارس مستشفيات فشيء بسيط نقدم لهم حتى نخفف عليهم العبء ويقدرون يدرسون اولادهم ويقدرون يعيشون باسلوب بطريقة انسيابيه واسهل. اكيد انا باقي معاكم في قضاء الخالص تحديدا محافظه دياله وبرنامج تحقيقات ابقوا معايا ما زلت متواصل بحلقتي لهذا اليوم. حياكم الله مره اخرى احبائي مشاهدينا الكرام انا الان في منطقه الخويلس ايضا في قريبه من قضاء الخالص في محافظه ديالة وجهاء وشيوخ اهالي هذه المنطقه طبعا ترحيبهم كان جميل وحرصوا على ان يطرحون مشاكلهم وهمومهم اللي تخص منطقه الخويلس فاكيد لهم حريه التعبير وعدهم بعض المشاكل والمعوقات يناجدون بها الحكومه المركزيه وقسم منها للحكومة المحلية على أمل أن نجد لها حلول كافية ووافية خلينا نلتقي بالشيخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا أبرز المشاكل اللي تعانون منها الحقيقة عندنا مشاكل كثيرة بس م. عندنا مشكلة مهمة جدا وهذه المشكلة يمكن أن نوصفها بالمظلومية لأبناء هذه القرية القرية يسكنها حوالي أحد عشر ألف نسمة تقريبا هذه القرية نسكنها منذ 200 سنة قسم من الاراضي مالتها والدور السكنيه مالتها ارضها تابعه الى مديريه الوقف السني او هيئه الوقف السني في محافظه دياله. نعم. وقف للامام الاعظم. ونحن بنينا دور سكنيه عليها منذ مئات السنين. اصبحت الان هذه الدور هي ملك للوقف السني. لان الوقف السني يرفض رفضا قاطعا تمليكنا هذه قطع الاراضي والتي هي حق من حقوقنا. ومن حق كل مواطن ان يمتلك قطعه ارض في بلده. فكيف ما نحن مضينا اكثر من 200 عام ابا عن جد في هذه الارض ولا نمتلك قطعه ارض فيها واصبحت الان في الاونه الاخيره وخاصه هذا العام اصبحت الاجارات علينا مرتفعه جدا فالدار اصبحت سنويتها بحدود مليون و250 الف سنويا ولا يستطيع المواطن ان يسدد هذه المبالغ نهائيا لكون كل العوائل اللي تسكن بها هي عوائل فقيره لا تملك اي دخل شلون قارنوها يعني في بغداد يمكن الاجار السنه ما يتجاوز 200 300 الف احنا ليش بقريه ياخذ من عندكم مليون وربع او مليون 250 حاليا هم ارتجاليا حتى هم الوقف ما واصلين قريتنا نهائيا يجوز 20 سنه ما طابين القريه بس تقديرات من عندهم واحنا بهذه الحاله نطالب السيد رئيس الوزراء المحترم والساده المسؤولين جميعا ان يتدخلوا في هذا الموضوع ويملكون هذه الاراضي باسعار مناسبه جدا حتى يحق لنا ان نستلم قطعه ارض من الدوله او ناخذ عقاري او منح ماليه لبناء الدور. فهذا, فهذا رجاءنا الوحيد للسيد رئيس الوزراء ان يتدخل تدخل شخصي ويقوم بتمليكنا هذه القطعه الاراضي وتعويض او تعويضنا باراضي بدلا عنها. التبان شلون يعوضك يعني البنيان يروح حرامات شو نسوي؟ احنا احنا حاليا حاليا بنانا البناء من عندنا احنا باني وهم ياخذون اجار اجر مثل مال الارض مالتهم اي مشكله هاي اذا الرساله موجهه الى مجلس الوزراء ولا السيد رئيس الوقف السني التفاته انسانيه وكريمه لهذه الناس اللي هي يعني تقطن هذه الارض منذ مئات السنين وبالتالي لهم الحق يعني ما اعرف 200 سنه مو كافيه انه يثبت انتماء لهذه الارض وبالتالي الاوقاف اعتقد عدها الامكانيه وعندها الاملاك الكافيه مو فان شاء الله يوصل صوتك ان شاء يعني الله يعني شاء الله. يعني بالقانون الزراعي قانون 17 <applause> اللي 15 سنه الى عند العقد يتملكه فكيف احنا لا 200 سنه وما متملكين لحد الان صار لكم تدفعون اجارات من من الاربعينات ولحد الان الأربعينات يعني من من زمن قديم من زمن قديم نعم كانت فلسان تدفع فلسان بس الان بهاي السنوات الاخيره السنه والعام قاموا يطلعون مليون وربع سنويا على كل واحد لو دافعين استئجارات او مشترين بالاقساط تتملكون اكثر مل... من هذا الارض إيه. هذه مره ثانيه احنا نطالب السيد رئيس الوزراء التدخل شخصيا ونشكر وكل المسؤولين اللي يدخلون له بهذا الموضوع يملكون هذه الدور السكنيه وهذه الاراضي حتى لا بل... 300 متر لكل واحد احنا صحيح اكو قسم قاعدين ب 500 وقسم ب 300 وقسم ب 200 وقسم ب 800 متر يملكون كل عائله 200 متر او 300 متر من هذه الدور السكنيه بس. اي لا بس لا بس وكل اللي قاعدين هم ما عندهم دور سكنيه غير هذه الدور السكنيه اللي قاعدين بالله الله يهنيكم الله أي. ان شاء الله يوصل صوتك خلينا ننتقل مع اخونا السلام عليكم وعليكم السلام ايش عندك بعد مشاكل تحب تطرحها والله احنا بالنسبه لنا عندنا اهم شيء عندنا مشاكل هوايه مو تقول يعني خلينا نختار وحده حتى كل نختار نختار عندنا النهر الخالص عندنا نهر الخالص ابا وجدا هذا كان قبل احنا شيابنا والاكبر من عندي نشرب من عنده قبل طيب حاليا صار اساله يعني شلون تقول البزل المال الاثن يعني مو تقول يعني الماليه هذا يعني مجال غير صالح للشروط غير صالح للزراعة غير صالح وغير صالح لكل شيء يعني 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 شو تقول عليه شو تمثله انت تقدر تمثله وتقدر هسه تروح تشوفه شنو اللي هو البي يعني مجاري الاوساخ بي النفايات المزابل تكرم يعني شكو زين ماكو تنظيف كرير قابل البلديه 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 تيجي تجي البلديه الى يعني شو اقول لك البلديه لا تجي تجي بس بصفحه التمليك يعني حكاها الشيخ من هناك إيه بس هو ما, هو ما, ما, ما اعتقد, أعتقد على البلديه هو على الموارد المائيه إيه المو... لا ما تجي تجي تعمل, تعمل تعمل ايش تعمل, تعمل, تعمل تعملها صفحه او تجي بالسنه او بالسنتين تجي تعمل يعني الشيء يعني الشيء يعني شلون نقول جهه وحده تكري جهه وحده اي وتروح ما ما يعني التنظيف ماله غير صحيح ان شاء الله يوصل صوتك ان شاء الله خلينا نشوف عمنا السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شو تحب توصل صوتك شو عندك والله انا عندنا المدارس فلشوها خاصه وهسه كل بالخمسين وعلي داي كل صبي بال50 بال60 فلشوها وجاوا البلوك وهسه ذاك هو كل دا يسمعونا اخواننا كارين واحد ب 500000 بيت وما هذا زين وهسه خلوها وانه بدوا فلشوا المدارس وهسه قاعدة كرفونات وبعد الكرفونات على على حد, على حد الان هسه اللي قاعدين باجارات كل صب ب 50 ل يعني 60 صفوفكم كرفانات؟ لا جابونا بعد سما ما هذا لا صبوا ولا هذا المدارس فلشوها قاع شفت, ايه؟ شفت اكثر من مدرسه مفلشيها أباني بانيها رحم الله والدك كنا نراعي بس هاي اهم شيء عندنا المدارس سنوي ابتداء شو هو وزاره التربيه ولا المحافظه؟ لا جا واحد مقاول اي وزاره التربيه اي يعني وفن... المشاريع المركزيه المركزيه اي إيه؟ المركزيه اي يعني صفين ثانوي ثانوي ابتدائيه كل صف ب 50 و 60 الله يعينكم إيه؟ الله يعينكم مساعدة. ما عندنا معلم اسحاق شكرا لك خلينا نشوف باقي خليني انتقل ننتقل مرخصتكم انا عندي تعقيب بس شيخنا الشيخ ابو زينب هو شغله الاوقاف الاوقاف دائرة الاوقاف في ديالة هي المفروض من زمان هذا الموضوع تقرره وهي المستفيده شلون المستفيده راح تجمع اموال من المواطنين مال بعد الشراء صح مال الشراء وبعدين نسوي لها مشروع في داخل محافظه للاوقاف وبعدين صح حتى لا تكلف موظفيها تفتر بالقرى موظفين ما يقدرون يطبون حتى القرى في هذا الجانب، وصار المسنين هسه بالوقت الحاضر زادت التكاليف والمفروض هذا القرار من زمان تتخذه هيئة الأوقاف السنية بديالة المفروض المفروض. أتمنى ايش عندكم بعد مشاكل؟ أنا بالنسبة لي أنا أقول خلي وحدة. وحدة. خلينا نشوف أخونا. أنا أقول قرية منطقة تاريخها 200 أو أكثر من 200 سنة لحد هذا يومك تشوفون حال الشارع تبليط ماكو مجاري ماكو كهرباء ماكو مي صالح للشرب بصوره صحيحه ماكو. بس وعدكم مشاريع مثلك اخي العزيز من 2008 جاء مد المجاري دفنها وراح، جاء مد الاساله دفنها وراح. كل المي بدنا نشرب هسه احنا عباره عن سحب باموال شخصيه تبرعات من ضمن اهالي المنطقه والفرع يتبرع حبله الرئيس يبوري ويجبيل هنا المي مالته. اما تقول لي دوله خدمت هاي المنطقه كهرباء مي مجاري تعذرني وهذا تبليط اكو تبليط اكو اثر تبليط عندكم هسه بالشارع؟ اكو شيء ثاني يعني اكو فتحات مال مجاري لكن مو منظم زين هاي هاي منطقه عمرها فوق ال 200 سنه واسالوا البلد اسالوا انتم بكل الازمنه ما حد يجي يخدمكم لا بزمن الطاغيه لا بهذا الزمن الطاغيه طاغيه بعد هاي حكومه محسوبه علينا صح صح لو لا؟ صح منطقه وهاي المنطقه شوفوا صور الشهداء اللي بيها شهداء وضحايا وجرحى ومفقودين شباب اطفال راحت بيوت احترقت الامام فجره الحسينيه فجرت بيوتنا راحت زين اجي هسه على منطقه ايش مقدمه تضحيات وشهداء بيها تبليط ما بيها بطلنا تبليط مريض زين المجاري زين مي الشرب صالح المي هذا ابسط زين ترضى حاجة. انت بهاي الدوله نشتري المي بالعربين هاي الار او غير الار او بالشارع هذه مشكله مشكله لو مشكله يعني ببلد النهرين تشتري ميك هذه كارثه هسه مشكله عندنا نهرين الخالص المبطن واللي والقديم واشاروا الى الشيوخ هنا يعني عباره عن مياه سنة لا تصلح حتى للسقي حتى للسقي ما تصلح ليش اهمال اهمال, إهمال زين من المسؤول من المحاسب احنا احنا ندفع التضحيه من ذاك اليوم الى اليوم هذا كلها ضد الفقير انا اشكرك يعني ما اعرف شنو السبب هذا يعني الله يعينكم الله يعينكم خلينا نشوف استاذ حبيبي والله شنو احتياجاتكم سولفوا اليوم الولاء يومكم واحكوا كما تشاؤون كل من عندهم يسولف همه. نشكرك استاذ سلام ونشكر قناه الولاء الفضائيه ولا يخفى على الجميع هاي القريه قريه الخويلص قريه قدمت لا يقل عن 70 شهيد وضررت في تنظيم القاعده قد دخلها واعطت ما اعطت. وهذه القريه منذ ما يقارب بعد سقوط بعد دخول الاحتلال لحد هذا اليوم لا أحد يدخلها ولا لا اكو تبليط لا اكو اي 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 خدمه موجوده في المنطقه. ونحن نطالب برأس الوزراء وأي جهة مسؤولة أن تلتفت إلى هذه القرية القرية المظلومة رحتوا للمحافظة المحافظ المجلس طرحتهم و... أمكم بصراحة أستاذ سلام احنا طرقنا هواي أبواب ولكن لا حياة لمن تنادي ما أحد يمثلكم هنا بالمحافظة؟ والله احنا ابواب استاذ سلام احنا صراحه طرقنا هواي ابواب كل السياسيين وهاي حال المنطقه لا حياه المنتنادي لا حياه المنتنادي والله نعاني خلنا نعاني ما قضيه المدارس يوم المدارس بعد ما تفلشت مدارس اليوم احنا ابنائنا يعني صراحه كرفانات وحتى الكرف ما بشرويها بها احنا نعيش سنه 2018 سنه كم مدرسه اكو بهاي القريه؟ احنا عندنا مدرسة بالداخل ومدرسه تعبانه وكلش تعبانه كم عدد سكان هذه القريه؟ 11000 ألف تقريبا عدد ألف يعني منطقة هذه مو قرية أي منطقة كبيرة والله وعشائر عريقة بها وعشائر واكثر من عشائر بها واحنا نرفع صوتنا لكافة المسؤولين الشرفاء أن ينظر هاي القرية المظلومة إن شاء الله يوصل صوتكم خلينا ننتقل من الحجاج إيه سولف حج عن تعويضات مال الشهداء عندي مال البيت <applause> مال البيت ثلاث <تلاش> شهداء ثلاث <تلاش> شهداء, <تلاش شهداء> <على> <تصفيق> عيني يا عيني هاي طالع من 2000 سمع سمع وسبعه ما انطوك اي شيء؟ بس خمسه انطوك بس ثانيه وكل هذه الشهداء قصدك تعويضات مال شنو تريد تعويضات مال البيت حرقوها مال البيوت قصدك اللي المحافظه تعوضها حرقوها كله حرقوها من 2000 و7 لساعه يعني معاملتك في المحافظه؟ معاملة بالمحافظه مات والمحافظه مات في ما صرفت ما صرفت <applause> اعتقد اعتقد موضوع زين رواتب الشهداء قاعد تاخذ؟ اي اخذ تاخذ امه طوكيو بس واحد لو ثلاثة من الطوك لا مو واحد ابن بنتي واثنين ولدي والله يعني. واثنين ابن أه 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 عمي ظهرت دهيرة دمائي يعني معناتها الشهر جاية وهاي اللجنة مال التعويضات قسم من المواطنين عوضتهم وقسم لحد الان ما معوضين تخصيصات ما جت لحد الان مو وصار لها تقريبا بحدود 8 سنوات 9 سنوات في هذا الجانب مم. هذا الزلمه ابو هاشم قدم ثلاث شهادات أوضاع بالراتب بس بالبناء وبالحرق البيت وحروق البيوت الأخرى ما تعوضوا لحد الآن <applause> أعتقد العلاقة بالموازنات الموازنة ما بها تخصص هو, هو هو سلبيات على على اللجنة الموجودة بالمحافظة يعني ما كملت هذا الموضوع مع الشهداء اعتقد هذا الموضوع احنا مطروح في في برامجنا المحافظات تتعذر وتقول انا ما عندي تخصيص مالي الحكومه لازم تعطيني بالموازنه أموال للتعويضات الحكومة نسألها تقول آني الآن في حالة حرب والأموال محتاجتها أنفق على العمليات العسكرية وعلى غيرها وعندي مشاريع وعندي كذا أعتقد هو الوضع كله مكركب يعني ما أدري المفروض عوائل الشهداء وبالذات اللي ينطوا تضحيات يعني موضوعهم إنساني يعني المفروض إحنا على الأقل نضم جراحاتهم من خلال رجع لبيتنا نبني نعوضه كم فلس نخفف عليه ولا اللي يروح ما يتعوض وهنيئة للشهداء خلينا ننتقل يوم حجاجنا أرجع لك ثواني حجين الله يساعدك شلونك شلون سولف لنا شنو الاشكاليات شنو الاشكاليات نفس اللي عرضها استاذ هدير الاشكاليات بالنسبه لي مم. نفس الحاله التبليط المجاري <applause> الكهرباء ماكو شوارع متروكة بس انتو قريتكم انا حسب ما لاحظت عصريه يعني منظمه ماكو تبليط استاذ اي قصدي مو مو قريه عشوائيه سنابات ما تلقى ازقه ما تلقى شوارع الدوله تقول لك انا ما... بس منظمه شوارع هي بلديه, بلدية. بلد. كبلديه مخطط تنظيم مم. كلها خرايط كامله بس تقول لي خدمات مطروحه هنا بالارض كل لا ماكو ما مطروحه واتمنى من كاميراتكم وضعكم هنا شلون معيشتكم اهل القريه على الزراعه تعتمدون عندكم اراضي تزرعوا تفلحون بها ولا على شنو؟ لا على على الدوله تعوضنا الدوله تعطينا فلوس إيه. إيه. لا لا انتم اصلا يعني... اصل هذه الديره إيه. فلاحين بالاصل؟ إيه زراعيه زراعيه كلها اها إيه زراعيه عندكم قيعان تزرعون بها ولا لا؟ نزرع برا اي عندنا قاعين بس برا نزرع مو بالقاعد. مو ملك م... ال... مو الملك, الملك مالنا غير ويا غير جماعه تتضمنون قيعان يعني؟ اي ضم... إيه ضامنين وي... وقاعدين ويا جماعه نشتغل وياهم يعني مو انه مو انه الغالبية غالبيه اهل اهل المنطقه هم فلح, فلح. زين. مزارعين اعتمادهم الرئيسي قبل كان كله على البساتين تشوف البساتين اللي هي سبسنة خلق بيها نعم. بساتين عامرة كانت بسبب قلة هذا البساتين لكم لو غيركم طبعا كلها أملاك أملاك نعم. العالم لهنا لأن هم قلت, نعم. قلت لك هاي قرية تاريخها أكثر من 200 سنة صح. فهم أصحاب نعم. على الوقف خلي أكرر لك هم البساتين نعم. استئجار هم تابع نعم. الوقف السني سبب قلة الماء والأنهار اللي راحت عندنا ضررت الزراعه هو الناس بعد ما تقدر تزرع ثلاث ارباع ثلاث ارباع هسه اهل المنطقه راحوا اللي مشى البغداد دور شغل واللي تعين بوظيفه يعني اكثر أس اكثر بساتيننا انتهت هبست راحت نملة اي يعني اذا اذا اكو يعني ست اقتصاديا ضالين اللي عنده وظيفه لو يشتغل عماله غيرها نعم نعم هسه اكثر شبابنا هسه اللي نشوفهم من انت بالمنطقه اللي ما عنده وظيفه رجل يطلع المصري يشتغل عماله ينتهي الموضوع الله يعينك مشكلة, مشكله مشكله لا خدمات خلينا نشوف الحج كان عنده سؤال <applause> اللي عنده واسطه امور عدله بعد هذه خلينا نسولف ويا الحجي من رخصتك انا عندي ثلاث شهداء الله يعينك ابني واخويا وابن اخويا الله يعينك بس ويا الكاميرا يصير اي إيه. ما انطوني لا وانطوني بس الراتب لا كراميه انطوني ولا مسعد زين ادري ديال عايزه قيعان ما, ما يقسمون المحاضرات اي ثلاثه والثلاثه كنا ما حصلنا لا انا ما حصلت لا كراميه انطوني بس الراتب انطوك 5 ملايين مال الدفن ما انطوني كل شيء اولادك وين استشهدوا بالجيش بالشرطه؟ اي من صار الهجوم على الخلوف ها يعني ضمن ضحايا الارهاب صار اي بنص الباب ما تنكتب اي زين راتب انطوك فيهم؟ ولا؟ بس راتب انطوني وذاك اخوي انطوه بس راتب وانا بس احنا ببغداد ماكو جيعان العوالي الشهداء من تسال يقول لك بغداد ما بيها فضاءات فارغه